السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله صلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الجميلة سمر يحيى وابو جبل، واول يوم في العيد بيأدوه بشكل جميل جدا في احدى فنادق القاهرة. هو مش اول يوم، هو تاني لوك سمارة باللون البينكي الجميل، وكمان لبس جميل جدا وفضفاض ما شاء الله. اللبس الأريق كان من إحدى المحلات الجزائرية. قالت كل متابعيها ومحبيها هم بيعملوا ايه في العيد. اشوفكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد باذن الله تعالى، وكل سنه وحضراتكم طيبين وصحه عيدكم جميعا يا رب العالمين. وعرفونا ايه اجواء العيد في الجزائر وعملتوا ايه بالتحديد. حضراتكم على خير، سلام عليكم ورحمه الله.